صباح الخير عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وما ناقصكم خير ان شاء الله. وانتم كتشوفوا هذا لا فيديو ومساء الخير عليكم. انا غادي نجيو للفقره ديال اللانش بوكس، لان الساعه ديال المدرسه هي الاولى. كيف ما ديما عارفين احسن مشروبات في العالم هي الماء، هي لا باز ديالنا. دو طون طون كنشربوا لي صودا ولي بلو جو وهاداك الشيء اللي ماشي صحي مره، مي لا باز الماء، لا بالنسبه للخدمه ولا بالنسبه للدراسه. الوغ هنايا عندي شويه ديال الرز بسمتي مسلوق، غادي نعملو جوج ديال الوجبه اليوم. كنت غادي نوجد لهم غير لي ساندويتش، ولكن ما عنديش الخبز، مديش اسيد الخبز اللي كان، فعملت وجبه سهله، الرز مع شويه الزبده وشويه المليحه. واكيد باش الرز ديالنا ما يتعلقش ويبقى واقف خاصنا نحترمو الوقت ديال الطياب ديالو. ها انتما الرز مع امورسو ديال لو بوغ والمليحه وشويه البزار. انا غادي نعمل لهم الكومبوت ديال التفاح، هما يزيدوها مع الرز ديالو. انتما بغيتو سيري؟ نو سي لا ميم كومبوت كو دون لي بوتيل. نو نو داكور. الجلبه هنا حتى هي سلقتها، غادي نعمل فيها حتى هي طريف الزبده وريحه وبزار، نعمل لها تشحر شي شويه ولا زيت الزيتون. انت اللي زيت الزيتون خدام مزيان. وي يمكن لي غرين الطبيعيين ديال لا سون با بتيت اسيد، كبارين غير طبيعيين وصافي. هادو يمكن بلا فابور كبارين، لي غرين سون با ترو بتيت. فوالا هانتوما الجلبينه ديالنا، غادي نعمل لها تشحر شي شويه. واش بلا مونجي كوم سا لا مبغيتيش تعمل على الرز؟ عجبك زوينه فوق الرز، خصوص ما كاين لا لاصوص لا والو. لا كثير كذلك. كنمشي ندوز اكسيون سيري، نقلب لكم هذيك لي بواط بحال العام اللي فات. هذوك اللي رائعين الماكله. لا هادو غير ملي تكون لي ساندويتش لي برجر لي شوز كوم سا، فين تكون بحال دابا هذا في السيباراتور، ما نقدرش نحط لي سوسيس ديالي الاخرى. نقدر نعمل كومبوت في لو بون، نقدر نعمل كلشي. فيها بزاف ديال الكومبارتيمون كبيره. بون نعمل لك هنا جلبانه. وي مي ما سوسيس دوسي صافي. جلبانه تو بيان، نقدر نعمل اسيان. قلتي صباح الخير اشين، نتوما ما عندكمش معايا في الطوموبيل باقي غير يوصل. صباح الخير بنات. صباح النور. انا غنزيدكم عليه شويه الملحه نقطعو باش يكون. بالنسبه للسوسيس استعملت ديال الدجاج مع الجبينة، كناخدو معنا البوشخي بدر البنات المهتمين. السوسيس ايدي مساسي جوج بزاف. هادشي اللي بقى امين غادي يجي من الخدمه نخدم الليل. دابا هو الخدمه كنتي سيرين فوالا. وفي نفس الوقت الغدا ديال امين واجد ديال لا ترونكيل، هو كيخدم الليل. بالنسبه ليه ملي كيجي دابا بحال الساعه ديال 10 في 10، عملت ليهم جوج بيغلانجوز ديال الحليب مع تميرات. بيان سور تميرات خاصني نحيد لهم العطامر، راني غسلتهم كنغسلهم حتى الساعه اللي كنستعملهم فيها باش ما يخسرليش التمر. وما عنديش لا كركاع لا دوز لا والو، خاصني عاد نمشي نتسخر مع داكشي داكشي ديالنا اللي قامه، وما عنديش خرق وما عنديش بزاف الحوايج. كنمشي بروكسل وما كندرك. اه عادي تبع الطفيره ديالها بوحدها، خليها تنقص عليا المسؤوليه تبارك الله. علوشا غنشوف كيفاش مشطتي. صافي غزاله مع راسك الله يلاه. هي عمل لي بوتين ريبلاي ماشي طوال، اولا لي باسكيت كونفرس نوار. شنو قالت؟ لي بوتين ريبلاي. اه لي بوتين فوالا. بارك عليهم التميرات. نتوما تمرنوا كلي دابا شي كلي مزيان التمر الصح. الكونفرس ديال الصغار ياك خويا حتى هو. نتوما ما بغيتوش الفوي؟ نو سيغ صافي بلاش عليا ونفخو. البركه ديال هاد الشيء تبارك الله. بحال هكذا الحباب، شويه ديال الرز مع زبيده وجلبانه حتى هي، غير ما تكونش جلبانه ديال ليطان، تكون جلبانه طريه ولا كونجولي. حتى الكونجولي سي تري بيان كتكونسيرفي لي ميم فيتامين الا حفظتو على الحراره ديال الكونجيلاتور ورقبتوها. دونك مليحه وبزار شويه الزبده وسوسيس ونص الوحدين بارك عليهم. هادو قطعت لهم لي سوسيس حيت لي بواط ديالهم فيهم لا سيباراسيون لاصقه. وبالنسبه للكومبوت ديال التفاح ما غياخدوهاش ديسير،
سيغمون هي بغات تاخذ ديسير، مي عليا غتعملها فوق الرز ديالها حيت ما عندها حتى شي صوص. وبالنسبه للكولاسيون التمر والحليب وتبارك الله، الله يخلف، الله يجعل البركه. وما نساوش احسن مشروبه هي الماء. صباحكم مبروك ميت صح داكور. يلا عمل سباط كمان، عمل لوتر بي لوتر بي ما شيري اتونسيون. فوالا يلا يلا بيت بيت بابا جا باش نوصل لكم يديكم. يلا دغيا عليا انت ساليتي فطورك الصباح في طون ديرني بو. يلا سير هويا متى تي مونغ دون لا روت حيت ما كملاتش. هذه لامبوط ديال اختك عطيها ليها غتنساها. يلا افونس وي ايزاريم اوه جو تي فوا با ماما جو تي فوا با ديدا باي باي. بعد ما مشاو دابا جات الساعه ديالي نشرب قهيوه. شوفوا معايا ليلى صباح داكشي منظم ومتول. باغ كونط رجعنا لا بوكس هنايا حيت دلوط كوتي باقي خصو شي لعيبات باش تخدم انترنت، فرجعنا هنايا على بيدمان. مي حيد لي على الرام ديال ديك لي كابل البارح. المهم دابا غادي نشرب قهيوه حبابين، نشد القهيوه ديالي ونطلع نبدل عليا حيت من دابا نص ساعه خصني نخرج من الدار. مي اوبليجي نشرب قهوتي. وحده في البنات نسات لا كومبو ديالها. انا خليت لك الماكله ديالك امين. قولي ماما عترس كارلاش بالطالون ديالك، عترس جلي بالطالون ديالك طويل نعيس غير حشيكم. غادي نوريه لكم انتم ما كبرتش بزاف ولكن كيعملوا الحرم صداع بحال لابسه شي 10 سنتيمتر. طرق 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 قالت لي ماما رد بالك عترس جليش. المهم فبا غادي نطلع نلبس عليا حيت لابسه غير التيشيرت. اه ديك الساعه عرفتوا يدو التي نوريكم. شوفوا اليد ديالي نفخ لي صباح لي معوج بوحدي حبابي. اليد ديالي كيفاش صباح لي انا يدي غير قاقين راه منفخ حالته تعوج لي. ما عملت حتى شي ايفور به. هذا الشمال ما كنخدمش به غير نط نط بيدي منفخ حالته. شوفوا قداش انا عرفتوا عندي لي بوني رقاق رقاق. شبره التليفون بيد اخر كوريتكم نهار السبت غير دخلت من بريكسل ما هزيت ثقل ما تاخرت شي حاجه كبيره ما هزيت صكايده غير جيت هاديا كامله تلفطات لي طلعت لي السما. عرفتوا لي وريتكم التصويره ديال الظهر غتصدموا تقولوا الله يستر شي مرض خايب فيا. الظهر ديالي تلفط حالته وهاد البلاصه هادي بحال تقولوا نهار كله وانا معلقه صاك وانا ما معلقه لا صاك لا والو مش تعب صويك صغيور وما هزيتش ثقل وما عملتش ليك وخص ثقالين. انتم شفتوا شنو بارطاجيت معكم شويه ديال الحويجات شريت ما بغيتش نشري نضيع الفلوس في شي حوايج قلت شري بالعقل. غير وصلت الحبيب داري كنتقطع جوج ديال الايبوبروفين خديت كنتقطع عفتو يدي وتلفط ومرزي وما فهمت حتى شي حاجه. الحمد لله البارح من بالبومادات وداكشي زال داكشي بالليل المهم بقى شي نهار كله. اليوم ما عملت حتى شي مجهود. شوفوا هكدا ما عملت به الشغل ما والوش الشمال وما عرفتش واش الوالي وانا نعسه وباقي غيزيد يطلع. دابا عم قبيله دابا تنفخ وباقي كيزيد يتنفخ. دابا ما نقدرش نعمل له هيدا كنقدر نعمل له غير هيدا. اختكم ما عملت به حتى شي حاجه واصلا انا ما كنعرفش نخدم بالشمال. انا ديجا الا خدمت بيد اليمين تقولوا خدمت بالشمال ديجا كلشي ديالي مفرفش زيدوا عليها الا خدمت باليد الشمال. وهادشي اللي عطى الله من يد ليد ليد كدوز وماشي كيحرقني ولا لا طوندينيت ولا شي حاجه فريمون في الجهه فوق لو بواني هنايا بحال يدكم تح هنا شتوه هنا بحال يدكم تلوالكم ولا شي واحد لواليكم يدكم. هادشي اللي عطى الله هادشي اللي كاين ما فهمتش انا منين جاني. المهم دابا الحباب ديالي غادي نطلع فراشي نقاد بيان سور ديما كنقادو عاد كنوض اغلبيه باش ما ترموش الدار بزاف ويبان لي روينه. ودابا اختكم سمحوا لي دابا غادي نشوف شنو غادي نلبس دغيا. هانتوما يا لاله شوفوا معايا شوفوا معايا داكشي شوفوا معايا. ودابا الحباب جات فقره شوفوا معايا داكشي كيفاش جات تما يا لاله غزال. عملت داك الشطاك شانيل واخا مسكين تخسر لي بقى فيا بزاف غادي نصبغو بقى فيا بزاف. البنات شوفوا كيفاش تخسر لي في العطله تهرق في الزيت الكوكو كملت عليه انا بديغريسور وهو الكوير فغي كوير ففريمون فريمون بقى فيا بزاف. معليش غادي نصبغو في النوار مي سي تري دوماج كنعجبني بزاف هاد لاكولوغ. عملتو غير بحال هكدا قلبتو هادو غير رجعت من المغرب جوج سكان اللي دوزت بهم العطله اللي كنحمق عليهم واللي فريمون لو كو دو كوغ ديالي في الطريق في الرجوع حليت باليستي ملي وصلنا للدار جبرت فيهم المشكل هذا وهذا. شوفوا هذا هذا سيني حطات لا تروس هذا صافا عنده الحل راه عنده شي برودوي كيزول هادشي. حطات لا تروس موسخ ماشي موسخ مفزق ديال الحمام وطلق في الصاك طلق في الصاك. انا ما شفت حتى شي زادت لا تروس لا فاليز مي فريمون جوج سيكان ديالي اللي كنحمق عليهم اللي دوزت بهم الصيف. نتوما شفتوه معايا في لي غيال شفتوه معايا في لي ستوري فريمون دوزت بهم الصيف. غير فتحت الباليزه جبرت فيهم هاد الديكه هادي مي الحمد لله. المهم ماشي مشكل في الاول بقى فيا الحال ما غنكذبش عليكم نقول لكم لا بخصوص هذا سي مون كود كور شانيل وكتبت غادي نصبغو في الكحل. المهم دابا حبابي خاصني نشوف شنو غادي نلبس. دابا خاصني نشوف شنو غنلبس. الوغ اول حاجه كاين شويه ديال البرد ما عرفتيش من فيست غادي نعمل عرفتو شنو غادي نعمل. غادي نلبس هذا اللي هذا سخون هذا ولا ماشي هذا صافي انا نلبس هذا بلا ما نيزيتي بزاف هذا. الوغ بيان سور هذا كيجي زوين مع هذا القميص اولا لا غنخليه نهار اخر. هذا غادي نلبس واحد السروال نوغ السروال نوغ هذا غادي نلبس هذا لافيست كحله
يلاه بحال هكدا. وانا عامله التيشيرت دو بريمارك عادي جدا جدا جدا. غادي نزيد معاه هاد الجيل بلا ما نبدل الخرصي فوالا. وهذا اكيد غادي نرجعو لبلاصتو باش ما تروجش الدنيا. فوالا. بما انها لبسه سبورتيف غادي نلبس معاها ماشي هادو. فين هما؟ فين حشيتهم؟ واه ما عقلت فين حشيتهم ديال كارلا غيرفيلد اللي جبت من انايا وثلاث. المهم هادو بحال ديال العسكر ماشي زعما كلاس ولا مي اختي سي تري كونفورتابل. هما اللي صالحين دابا لا سيزون وخشي فيهم السروال وكلشي صافي. هما هادو ديال هاد الوقت وزيولين وسخونين ومريحين فوالا. وحتى القدام ديالهم طالع يعني ما يتكرسوش دغيا. فوالا هادو اللي غادي نلبس. وبالنسبه للصاك غادي نشوف شنو الصاك غادي نلبس. شي حاجه سامبل ان بوتي ساك ولا ان غران ساك. ما عنديش ان غران ساك نوار تات ولي سيرين ديالي حطات لي عليه سيرين حطه. غادي ناخذ وقيله هذا نشوف هذا اولا هذاك سبورتيف الداخل هذا هذا وصافي فيا ما نقلب ونحمق راسي. غادي ناخذ مع هذا هذا ديال ايميلي ايميلي. هادو كنا كنبيعوهم العام اللي فات عاملين ستيل ديال ارميس و 100% كوير. فوالا هادشي اللي غادي نلبس. كنتو امين دا البنات المدرسه هو اللي داهم. انا عاد خارجه بحالي للعمل ديالي كانت عندي واحد نص ساعه زايده فطرت على خاطري وقديت حالتي على خاطري. المهم انا وريتكم داكشي كامل. شنو بغيت نقول لكم الحباب اخت ليلى كتبت لي البارح واحد التعليق والله ما كذب عليكم البنات لا اثرت فيا. واخا انا كنقول لمياء ما بقاش تخدمني العاطفه في حتى واحد وفي حتى حاجه حيتاش اللي داز على هذا الراس وعلى هذا القلب وعلى هذا الدماغ علم به غير ربي سبحانه وتعالى. قسما بالله الحباب ماشي من دابا عاد. فكنقول صافي ما تبقاش تاثري ما تخدميش خدمي العقل اكثر من العاطفه. ولكن ملي كنقرا شي تعليق راه كتبقاو فيا راه والله تا خوتي حيت انا براسي راه دوزت ما يمكنش راه داكشي مع عند الله راسي بلو فور كو موا ما نقدرش. فريمون البارح انا وصاحبتي سيام كنهضروا قالت لي مسكينه ليلى قريتي؟ قلت لها قريت. قلت لها ما عرفتش عزات عليا. المهم قلبي انا حرقني على الاخت ليلى ماشي شي حاجه كبيره مي انا فاهمه وحاسه ودوزنا كاملين من هنا. بغيتي نخرج تونيل وما غايجيكم هادشي اللي كنقول انا بانال وماشي شي حاجه ولكن انا حسيت بها حيت واخا هو مشكل صغير ولكن مع الدوام ومع الروتين هاد المشكل كيولي معاك ديما ما كتشوفش شنو هو الحل وما كتشوفش كيفاش غتقدر تنور حياتك وطريقك وما كتشوفش كيفاش غتقدر تفك راسك. واخا هو راه غيانديتو واخا غتقولوا لي شوفوا الناس كاين هذا وكاين كل واحد والقدره التحمل ديالو وكل واحد والمحيط اللي جا منه وكل واحد ونفسيته. المهم بالاختصار ما نقرا لكمش التعليق كامل حيت التليفون سامسونج مشالي وتعليق هنايا. قالت لكم الاخت ليلى بان هي مسكينه عصبيه بزاف بزاف عندها وليده كتخدم عليه. المهم كتبات لي الخدمه ديالها وغتكونوا قريتو تانتوما هاد التعليق. وعصبيه بزاف وخصوصا الاربع عرفتوا ملي كتمشي تخدم مسكينه وبنا عنده لي زاكتيفيتي ما كتقدرش تنوض لا غد لي كتعيا واخا مشى للطبيب يعطيها الدواء ديال الاكتئاب ويعطيها الدواء ديال الاعصاب. المهم الحياه كحله وصافي بالنسبه ليها وما عندها شي حتى الفلوس ما كتخدم اه ولكن بما انه راجلها ما كيعاون في والو وما كيعطيها والو فما كيبقى لا شي حتى الفلوس باش تعمل المتنفس ديالها باش تعمل الحوايج اللي زعما اللي هما متنفس ليها ما كيبقالاش. حيت حنا النصارى ما هي غير نادي ملي كتاخذي داك لاكارت دو بونك وتمشي تعملي الشوبينغ والدوري ولا تاكلي ولا واخا غير بصح كل واحد يمشي على جهده. واخا تشري غير من البال انا براسي كنشري من البال وكنلبس من البال وكنبارطاجي معكم حتى بوتي غيام اللي كنشري تيشيرت ب 1 اورو وكنفرح بالعكس فاش كيكون اون بون مارك وخديته ب 1 اورو ولا ب 3 اورو ولا انا كنجي فرحان ما كنحس بلا عيب لا والو. المهم اختي نكون غير فراسي مزيانه حتى شي واحد نادم ينتقدك علاش لبستي البال ولا علاش لبستي وهو ما غادي يفيدك حتى حاجه وما غيعطيك والو الوغ يدخل سوق راسو الا ما عندوش البديل ليك. بغيت نقول لك الزين ديالي. المهم هي السؤال ديالها كيفاش تفك راسها واش تاخذ دواء الاكتئاب ولا لا حيت عطاوها بزاف ديال الدويان. اول حاجه الا عطاوك بزاف ديال الدويان الا والحاله ديالك متقدمه زعما حاله صعيبه. ثاني حاجه كلشي بامكانك. انا نقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. شفتي راسك نهار الاربع ما قدرش تعمل لي زاكتيفيتي بزاف خلي اكتيفيتي وحده لولدك ماشي مشكل. المهم هو تكوني مزيانه وتكوني في توازن في دارك باش تعطي الطاقه الايجابيه لولدك. ما كاين لا شي يعمل 10000 اكتيفيتي وانت النفسيه ديالك مدمره وفاتيكي. نقطة أخرى الزين ديالي هي بحال اللي قلت لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما تقارني راسك بحد ما تشوفي فلانة مقيدة وفلانة حادقة وفلانة كتعمل ما كتعرفش هذيك فلانة كيف كتكون في النفسية ديالها. براسي وخا يتحب لك أنا سوبر وومان راه جو سوي با سوبر وومان. دي فوا كنبكي دي فوا كنكون شابرة الطريق من داري حتى لبروكسل كنمشي بالبكي والله اللي عالم بيا وكنوصل وكنمسح دموعي وكنضحك ونتلاقى الناس بحال اللي ما كاين والو. راه كلشي صعيب عليه بزاف ديال الحوايج ابخي انت والدماغ ديالك وانت والاراده ديالك. انا كنصحك يكون عندك ديما واحد الهدف في النهار ديالك ماشي شغلك في الناس ماشي شغلك في اللي كيعملوا 10000 حاجه. عملي غير هدف واحد بحال الهدف ديالك اليوم غادي تنوضي هذا النهار وفكرتي انك خاصك تغسلي داك الفريغو غتغسلي غتزيدي على الخدمه ديالك الابيتويال غير داك الفريغو. الهدف الثاني خاصك بغيتي تمشي عند ليستيتيسيان تحيدي الشعر من لحمك ولا ديري غديري داك الهدف. ما تنساش راسك استثمري في راسك واخا ما عندكش الفلوس كلي اختي غير البات بالتون
وخبي شويه الفلوس باش تعملي به لي بليزير لراسك لوليدك. واخا غير اكتيفيتي وحده، واخا غير ماشي ضروري 10000 انشطه وانت ما قادراش، اللي قديتي عليه ماشي مشكل، غير كبر غير كبر. الحمد لله حنا في هاد البلاد كيعملوا كل شيء في المدرسه، كيعلموهم مدرسه الحياه، كيصفروا بهم لاي بلاصه، حيت هما كياخذوا بعين الاعتبار ان ماشي اي والدين عندهم الماديات ولا عندهم العقل ولا عندهم التربيه ولا عندهم لا كلاس مونطال، كياخذوا هادشي كامل بعين الاعتبار. فما كيبغيوش هذاك الطفل اللي كيتربى عندهم يكون ديفيرون كو لوتر انفون، كو طفل واحد اخر، الوغ كيعملوا لهم كلشي داكشي. يعني حتى اللي ما بامكانوش يعمل لي زاكتيفيتي، الحمد لله عندهم الرياضه في المدرسه، عندهم لا بيسين، عندهم لي سورتي، عندهم السفر. المهم هو انت تكوني الصحه النفسيه ديالك مزيانه، واهم حاجه الصحه النفسيه اكثر حتى من الصحه الجسديه، حيت اغلبيه ديال الامراض الجسديه اللي ما كيلقاهم كاع الطبيب وما كيعرفهم كيكون عندهم علاقه بالنفسيه. ما تديها حتى واحد، ما تعشري على كاع البشر. فاش تكوني مكتئبه ما تعشريش كاع البشر، حيت ما كيتفهموش شنو هو الاكتئاب، كينتقدوا بلاش. و خفي على راسك بديك الشيء اللي قدرتي، وما تنسيش راسك انت كتخدمي، انت ماشي شي حاجه. الا بغيتي تخدمي تعاوني الزوج ما فيها باس، موده والرحمه، واخا ما عندها حتى علاقه بالدين ولا شي حاجه، بالعكس في الدين ما مفروضش عليك تجيبي تباغيطا. الا عاونتي من باب الخير والاحسان كتحسب لك صداقه. والا بغيتي تحسني المستوى ديال العيش ديالك، حيت هو ما بامكانوش، من حقك، سي تري بيان، وميم طون كتشوفي ناس اخرين، وميم طون كتلبسي، ولكن الخدمه راه متعبه. جو كومبرون، حتى انا كنخدم وخدمت كلشي من الميناج من الاولاد، خدمت كلشي، المهم ما كنبغيش غير يجي بخوا. غير هو ما يمكنش اختي ما تشوفوش الفاكهه ديال الخدمه اللي كتخدمي، حيدي غير 20% ديال الفلوس ليك. مشي واحد المره شربي، واحد الشهر جوج مرات في الشهر كولي في الزنقه، غير الفاست فود اختي، غير السناك مع شي واحد، ولا غير بوحدك استمتعي غير بوحديتك، خدي انستغرام وتيك توك وتينا كتفرج وتينا كتاكل واستمتعي وشوفي الناس دايزين وشوفي. مشي واحد المره الكوافور بوغ تو فيغ بليزير، واخا انت كتعرفي ديري في الدار، جوست تحسي براسك انت وتحسي بهذاك الشيء اللي كتخدمي، راه ديك الفلوس اللي كتدخليها انت كتحسني الوضعيه ديال العيش ديالك. واحد المره مشي عملي شوبينغ، المهم حيدي واخا غير 20% ليك ضروري من هاد النقطه، حيت يكذب عليكم الكذاب ويقول لكم بان الرفاهيه ما كتخلقش السعاده، بالخصوص لان حنا ننسى. مثلا نقول لك واحد الحاجه، اللي كنتي مدابزه مع راجلك وفي قفره وجا عندك وعطاك لاكارت بونكير وقال لك سيري، والباق انا اللي قال لي بهذه الطريقه غنسيبها عليه، ولكن الا كان ذكي مثلا وخرجني وعملنا شي لعيبات زوينين وشريت وداك الشيء نقدر نتناسى شي شويه. وهذه سي كوم سا، هذا هرمون الانوثه فينا. انا غيان افوغ مع ماتيرياليست، كون كنتي ماتيرياليست ولا انا ماتيرياليست ولا الاخرى ماتيرياليست، كون حنا كاع ما كنخدموا اللي خدمناها كنزيدوها في دارنا. انا غيان افوغ باننا ننسى ماديات ولا شي حاجه، اي اون بليس سي با ان ديفو تكوني ماديه. وي بغيت نكون ماديه، انا جو سوي فيمينين، والانثى كتكون كتبغي لي كادو، كتبغي تشري، كتبغي تخرج ديبونسي، كتبغي السفر، كتبغي الريحه زوينه. مثلا انا غير باش نخرج في الصباح لابسه صباط جديد، لابسه صاك، لابسه عامله ريحه، عامله ماكياج، عامله عرفتي شحال انفيستيت في راسي باش نخرج بهذا الشيء. يعني عادي اننا نكونوا مادين، هذا الشيء راه بالعكس انا غير نافوغ مع ان الانسان، بالعكس سي اون كاليتي. وهذا الشيء بغيت نقول لك الحاجه اخرى المهمه، هي اختي ديالي الى الطبيب عطاك الدواء خودي الدواء، انا غنقول لك لي كونديسيون عرفوا. الو ما تاخديش عرام ديال الدواء، ما تاخديش الدواء اللي كينعسك باش ما تكونيش مدمنه، ما تاخديش الدواء اللي كيدوخك، خدي دواء اللي كيطلع هرمون السعاده. كاينين بزاف وما عندهم اضرار جانبيه اخرى، ولكن ماشي مشكل. دابا حنا نخرجوا من هذه النقطه اللي حنا فيها وهذه الوضعيه اللي حنا فيها، ونضحكوا شويه ونبتسموا، حيت الاكتئاب كيخليك تشوفي كل شيء كحل، كيخليك تكوني خشبه بحال بنادم عايش بحال خشبه ما عنده حتى شي احاسيس والى اخره. اذا حنا دابا خاصنا نحلوا المشكل الاساسي اللي هو الاكتئاب، وندوقوا طعم الحياه. وهذا الشيء ماشي الفلوس اللي غادي يردوا، هادشي بشويه بشويه، انت غتمشي فيغ لو بليزير. مثلا واحد النهار غتقولي لا نفطر في الزنقه، هذاك الاكتئاب اللي فيك غنقول والله ما تفطر صافي ما تمشيش. غير نقول لك غتنوضي من فراشك تقولي اليوم بغيت نجمع ديك البيت، صافي رجع عندك فراش، رجع عندك الغطا، غنوض غنرجع غنوض. هذا الاكتئاب كيكون عامل معاك مصارع في راسك، عملي داك لو بخومي با، حيتاش انت اللي غتمشي فيغ لو بليزير باش تعاودي تقوتي لو بليزير، باش تعاودي تستطعميه. مثلا مشي كولي في الزنقه وغير عجبك الحال، هي باش تعملي الخطوه الاولى هي اللي ديما صعيبه. مي اون فوا كتحطي الرجل كتقوتي، ومن حقك لالا تحسني الوضعيه، ومن حقك تبدلي، اليوم كتفكر بهذه الطريقه وغدا تفكري بطريقه اخرى، ومن حقك اليوم كان عجبك هذا غدا ما بقاش عجبك، حنا بشر، اليوم فحال وغدا فحال، كل شيء من حقك، حتى واحد ما كيهمك، ولا حتى واحد ما عنده الحق ينتقدك، ولا حتى شي واحد ما يفرض عليك تبغي انت اللي هما بغاو. كل واحد براسو، هو جسمو هذاك، عقلو هذاك، روحو هذاك، يعمل فيها اللي بغى، وانت ديري اللي بغيتي في راسك. ها انت دابا في هذه الحاله واش فادوك الناس؟ ما فادك اختي ليلى حتى شي واحد، حيت تعليق ليلى كان كبير فيه بزاف ديال النقط. الدواء خديها ليلى، خدي غير الدواء اللي يكون خفيف، ما يكونش قوي، اللي يعطيك السعاده. ما تاخديش الدواء اللي يدوخك، ما تاخديش الدواء اللي ينعسك، وما تاخديش الدواء اللي يغلطك. وسقسي طبيب وجوج وثلاثه ماشي مشكل، وحاله عاديه. حنا الانسان هذا الشيء ماشي دايم، الا بالاراده ديالك وبيان سور الصلاه ديالك وبزاف ديال الحوايج بالطلب ديال الله سبحانه وتعالى، والله اختي تتبري وتكوني مخيره وتقدري تعيشي وتستمتعي بالحياه غير بشويه ديال الامكانيات. فوالا حبابي صباحكم مبروك.
الغزاله ديالي. اهلا وسهلا، عدت والعود احمد اللي كتقول هند. المهم المحبه لقيتوني كملت خدمتي، رجع مشى مرابنياتي سالو قرايتهم. اليوم خرجت بكري نورمالمون، مساكن اليوم كيبقاو يتناوني، كنكمل حتى الربعة وشي حاجه. واليوم ساليت بكري في 3:20 دونك هادي 3:35، واحد 10 دقائق انا معاهم غادي يفرحوا. عرفتوا واحد السم ديال البرد صباح في بلجيكا، بلجيكا انا باقا على بلجيكا، واحد السم ديال البرد ما بقاش عندنا لابيتود نسيناه. شحال كاين 4 دوغري البنات، 4 دوغري، 4 راه قليله عاديه بالنسبه لفصل الشتاء، ولكن حنا يلا ماشي بزاف، كنا في 17-18 يعني دوزنا من سيزون لسيزون في نهار واحد، من طومبيراتور لطومبيراتور في نهار واحد. جورتوني كنطلع كنشوف اكسيون حدايا كتزيغني، شحال ما جيت لها تشوف حداك وزيد قدامك لدارك، يلا توجدي الماكله لوليداتك وتخدمي خدمتك اللي عندك وهادشي كامل. بنات هويام كتحاسبني، شنو وقع هويام؟ شنو وقع؟ جي اوبليي كوا؟ كيسكو جي اوبليي؟ قالت لك ما جبرتي باش تاكل الكومبوط، نسيت ما عملت لهاش المغرفه صغيره ملي جات هي مطبوخه، ولينا نسات مسكينه لابواط ديالها في لافاتور، ولا عملتها بالعاني حيت لينا ما بقاتش بغات تاكل في 12، ما تاكل لا في 12 لا في 10 بزاف علينا. ها قولي السلام بعدا، ما تاكل لا في 12 لا في 10 علينا. ايوا ما تقدر تركزي مينون، سي كونسيي تاكل او موان ميدي، سي كونسيي ما شيغيا. Moi quand j'ai faim, je n'arrive pas à me concentrer. Anna, tu me dis qu'on fait du non, je ne pas me concentrer. Je ne sais pas si je suis pas soupe, je ne sais pas si je suis soupe, je suis soupe, فوالا ناكلو شويه مع اليوم ماكله والسوسيس في المدرسه في الصباح باش ما نكثروش عاوتاني الحام بزاف وهادشي اللي ماشي مزيان للصحه بزاف. ونهار اللي كيديو الماكله سخونه ما داوش لي ساندويتش، كنعمل شي حاجه سهله، مي انا اغلبيه الكوزينه ديالي سهله، نص ساعه ساعه والحمد لله حنا صحه مزيانه. صافي هادشي اللي كاين الحباب، غادي ندخل للدار نشوف شنو غادي نوجد. ما عندي فكره، ما عرفاش على شنو اون فونكسيون ديال شنو كاين في الفريغو غنوجد الماكله اللي وجدتها نتوما معايا دي بانيو وداكشي اللي كاين، حيت ما عنديش الوقت نخرج نتاخر حتى الاربعاء ان شاء الله، عاد نعمل لي كوز ديالي الكبار حيت فريمون ما عنديش الوقت. ديجا هادي الربعه وصلت الدار الربعه وشي حاجه، نصلي نعمل البلوت ديالي، نعمل بزاف ديال الحاجات، المونتاج ديجا عامله، خمسه لخمسه ونص عاد ندخل الكوزينه يلا ندرب ابخي باش ناكلو مع ديك سته ونص سبعه. هاي ما كاينش اليوم اكتيفيتي حتى حاجه. عليا تو ريان جوجي حتى حاجه صافي. ايوا هويام شنو عملتي في نهارك؟ اسكو صافي في ليكول؟ شنو عملتي في نهارك؟ J'ai mangé beaucoup. Kliti gare le plat dialogue. T'as mangé les saucisses? Kliti les petits pois? C'était pas très bon. Mais il faut manger les légumes, Houyem. Il faut manger les légumes, au moins la moitié. Hein? Je sais que Kliti a la rose. Le riz. Dida. T'as mangé le riz? J'ai mangé les saucisses et le riz. Juste le riz et la viande et les saucisses. Elle féculent? Oui, les saucisses. Oh, et les saucisses. Ou le khodra, non. Les légumes, non. Pourtant, les petits pois, c'est bon. J'ai le banel dit, hein. C'était pas trop bon. Ok, je vais chez Color Khadra. Et khodra, khadra, que tu vas être maintenant. C'est trop bon, les couleurs vertes. Sauf les brocolis. Les légumes verts, hein? قال لكم على البروكولي الشوفلور لا شد بروسيل شد بروسيل. قالت لي عليا البارح ماما يا انكور دي شد بروسيل دي 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 كوا دي شوفلور في الكونجيلاتور مع شحال ما هبط لذاك لاكا ما بغيتش ناوي نتعصب بالقاب القلوب وهي تقول لها سيرين مي في طابوش زعما شد فمك علاش كتقولي لها راه ما بغيتش ناكل هذاك الشيء خصك تاكلو اختي راه حتى لي بغو لي شو راه سي امبورطون الصحه بروسيل جامي دو لا في جو مي سي سوبر بون سا الغو دو سافون سي اه ولا لا سا الغو دو سافون سي سوبر بون جو جور يا ان اريير غو دو سافون تا جو غوتي دو سافون سافور اكسبري تا ان تران تو لافي الفيزاج اي دو سافون كي روند تا بوش شي مقله ما مشي لي لا شو نو تو سي توا كي لي فزي كوير اي سا الغو دو سافون مامون ديك الكرومب الصغيورين الله تحلوينا البنات ديال شو بروسيل حلوين زوينين ديرهم في الفران مع الغومارين ولو بوغ سافون اي سكر تو فوا صابون سكر فوالا يا باك ما تقول لي كيدوق الصابون عندك تاكل الصابون مخبع مني وي وي جاجا كتعرفوا لو غوت الصابون وي با وي انكور لو غوت الصابون كل مون كون لو غوت الصابون مامون اللي كتب الله غادي ناكلو. الحمد لله وشكروه اللي كاين ماكله اوكي الحمد لله وشكروه ديما
الله يديم النعم ويحفظها من الزوال اللي كتب الله مزيان المهم خايب هو الجوع اوكي ماما tu sais il faut faire le khir et tout si tu veux on fait des plats avec les choux de Bruxelles et on va donner les plats avec les choux de Bruxelles وعلاش نعطيو لك بلا بالشوط نعطيو بلا بالحاجه تخا ملي كيبغيو الناس ياك ما كتبغيوش لي شوط بروكسل personne aime les choux de Bruxelles سوف دابا رجعت عتمن بهم الخير داكشي اللي في الكونجيلاتور يلا ديسون زين ديالي جات فقره ديال القص يا لاله فقره ديال الماكله اهلا وسهلا المهم الحباب شنو اليوم غادي نعملو لا سوب دو بوتيرون شحال هادي بارطاجيتها معكم وداكشي اللي لقيت في الدار هو اللي طيبته وغادي نعمل فيها شويه ديال البصيله بالشحره مع الزبده هنايا عندي انا نقول لكم شي 10 البصيلات صغار ما يعادلش جوج بصلات كبار حيت خصكم شريت هذيك الخنشه ديال البصله باش ما تخسرش ما كنحبش اللي قالت فيا خاصني نستعملها سينو بصيله كبيره بالشحره سي اسي وبالنسبه للقرع الحمراء خذوا اخر هذاك اللي مكوره بحال الاورانج هي اللي احسن لانها كتكون حلوه فكتجي فيها لا سوب ديالنا فنه فيلو تحلو كيحمق سينو كاينه طريقه واحده اخرى انا غنعمل كلشي في الطنجره ونخليه يطيب حيت ما عنديش الوقت نتسنى عليها في الفران وما عنديش كونتيتي كثيره ديال بوتيرون عندي هذه فيها تقريبا شي كيلو ونص مي ابري نتوما الا عندكم شي جوج ولا ثلاثه من هذه وعندكم الوقت قسموها على جوج دهنوها بزيت الزيتون بالغومارين مليحه وبزر وعملوا عليه ودخلوها للفران وخليوها تطيب على خاطره وملي تطيب كتخرج مع الكسله تحلوها وزيدوا عليها الحليب الكوكو وشويه الحليب عادي لان الحليب الكوكو بوحدو غادي تجي غيش بزاف زعما غنيه بزاف وشويه الحليب عادي وما نقول لكمش لو فوليتي ديالكم كيفاش كيجي مزيد مدخن فيه الريحه ديال الفران كيحمق انا غنعمل الطريقه العاديه الكلاسيكيه اللي سبق لي بارطاجيت معكم مي جوبونس شي 6 شهور ما صورتها معكم انا كنعملها مره صراحه مرحبا بكم الزبده تشحرتو كما شفتو كونتيتي مهمه نقول لكم واحد 40 غرام ولا 50 غرام زبده مع هذيك البصيلات اللي قطعنا دابا غنقص البوطو ونخليها تشحر على خاطره تكاراميليزي مزيان باش كيجي المذاق ديال لاصوص يا سلام وخا غير لاصوص تخيس ديال البنات اي خضره عندكم باش ما تضرش عملوا بصيله تعسل مع الزبيده بيان سور وزيدوا عليها من بعد الصوص ديالكم ولا بغيتوا تزيدوا فيها لاكريم ما نقولكمش الفيلوتي كيفاش كيجي واخا غير خيزو والبصله بلا كرافس بلا والو بحال هكذا القريعه ديالي ولا كنتوا باغيين تعدلوا حتى بيوري ديال بوتيرون كتجي فينا على هذه الطريقه غادي تجرحوها مزيان وغتعمروا عليها زيت زيتون الاعشاب المنسمه اللي عجبتكم انا كنعمل الغومارين نتوما عملوا كاع لي زاف اللي كيعجبوكم مليحه وبزار ودخلوها وتقدروا تعملوا معها حتى نتوما الا بغيتوا ودخلوها تشحر في الفران ما نقولكمش كيفاش كتجي لا بيوري ديال بوتيرون جديده وزوينه وحلوه المهم نقيت لها الوسط ديالها كيف ما شفتوا غادي نطيبها بالقشور ديالها غادي نقطعها بعدا باش نغسلها وغادي نعملها طيب بالقشور ديالها بعد ما تشحر ونصيلها اكيد لا سوب الحباب غادي نرافقها بهذا الخبز هذا اللي بحال هكذا طايب نص طياب ستيل بانيني غادي نحلو غادي ندخلو شي شويه للفران ماشي بزاف ما غادي ندخلوش للفران حتى نعمرو غادي نحلو اللاطه ديالي بحال هكذا ولا الا عندكم شي خبز قاليكوم ولا شي خبز عندكم ديجا ديال الدار ولا الباغيتي الا حرفت مره هو من الاحسن يكون هذا اللي نص طياب ولكن دابا كاين شي اي خبيزه تعملوا دو بان الاي زوينين كيجيو غادي نوريهم لكم دابا غادي ندخلو هاد الجوج عندك تحرق عليا جبنا حبه فرماج غافي من الكونجيلاتور يلاه يدوب جامي سيري دو فير كوم سا ما وي كنشريوهم واجدين دابيتود البنات الثومه ديالي دخلتها للفران واحد 10 دقائق شوفوا كيفاش رطبات ولات غزاله هي اللي غادي نزال نعمل على الخبز هانتوما دغيا كيفاش كتفك شتوها كتجي رائعه حتى في لاسوب غادي نعمل منها واحد شويه اصلا الثومه كتصلح مزيان دابا في الشتا خلينا شويه العضلات اختي بروده عرفتوا واحد البرد جا في بلجيكا قاريس 4 دوغري هاد الليل يلا كنا في السخانه غير البارح ماشي سخانه وانما كنا في الحراره معتدله داك 18 دوغري 18 20 اونتر 15 و 20 هانتوما الحباب ديالي شتو نتوما كيفاش كتبزع في الفران كتجي فنه غادي نزيدو عليها زيت الزيتون وشويه المليحه وشويه ديال البزار وفوق منها غنزيدو الفرماج فوالا الحباب هانتوما ها الشرموله ديالنا الثومه بحال هكذا باقا غادي نزيدو نبزعوها راه كل ما طابت الثومه مزيان كل ما كتبزع اكثر هنايا طايبه ولكن ماشي مره نورمالمون خاصها تبزع نبزعوها قبل ما نعملو الزيت والخبيزات ديالي هما هادو شويه سخنتهم غادي ايطاليهم كاملين بهاد الشيء وعاد نرجع ندخلهم للفران صافي البنات دابا غادي ندهن كلشي خبيزات ديالي بالزيت والثومه اتونسيون صحاب ليا تينا رش عليهم شويه المليحه عاليه دوز عليهم ورش عليهم مليحه سي دو سيل وي سي دو سيل فوالا بحال هكذا غادي نقصوا شويه الثومه من هذا
هنا. ولا الحباب ها انتم الخبيزات ديالنا واجدين، دابا غادي ندخلوهم الفران يتحمروا شي شويه. صافي شوف غادي نغطيها بالماء سخون بيان سور. سوبر. خليها غير على هكذا تغطى كامله القرعه ديالنا. غادي نزيدها شويه ديالي بزار تزعاونا ويام واخا. غادي نزيد فيها كذلك شويه الملحه ماشي بزاف واخا مامون، شويه ديال الكركم شويه ديال الغومارين، الكركم هو الخرقوم فوالا بحال هيدا. وغادي نشدو عندنا فوالا حبايبي ها نتوما الخبيزات ديالنا كيفاش كيجيو. هادو دهنتهم شويه ديال البيستو، كنت غنعمل فيهم الموتزاريلا ساعه ما لقيتهاش، غادي نوريكم لا كوستيون ديالو. هادو عملت فيهم غير بيستو مع شويه الفرماج ومليحه وبزار، وغادي نوريكم كيفاش كيجيو. هانتوما كوستيون يا سلام. فوالا اشوف داير كلي شوفو شوفو واش عاد تيغ تيم بيان البيستو. نو ما تنيم با البيستو تو سي انا بيني البوماج. عرفتو الوليدات كيحماقو عليهم ما كيخليوني كاع، ما كنت انا كملتو. غادي نحطهم بحال هكذا هنايا هاد البلاطو. سي مانيفيك سوبر بون، عرفتو ريحة زيت الزيتون مع الأعشاب المناسبة يا سلام. وهادو غادي نعملهم ديال البيستو بحال هكذا. بعد الحباب ما طابت القريعه كيف ما كتشوفوا، غادي نزيد عليها الحليب ديال الكوكو. الحليب ديال الكوكو الثمن ديالو مناسب، كيبقى شي اورو 20 ولا شي حاجه، موجود في اي بلاصه، موجود في كارفور في كولغويت في ليدل في ما بغيتو. الا ما كانش الحليب ديال الكوكو عوضوها بالكريم فريش ديال الطياب، ولكن بالحليب ديال الكوكو كتجي رائعه بحال هكذا. دابا حيت البروده باش هو هكذا نورمالمون كيكون سائل. غزالات هانتوما لا سوب ديالنا اروع منا ما كاين، شوفوا كيفاش كتجي كتحمق كما الفيلوتي. غادي نخويها ونوري لكم لا تيكستور على الفرن. بدا عيطي لي تي با نو زيدي معليش اون ديبروي بيان. بسم الله ديبروي باوي ديبروي فوالا سي اس. فوالا الغزالات ديالي لا سوب ديالنا جات رهيبه، نقول لكم شي واحد المذاق عملوا فيها واحد الكنور غادي يزيد يجيكم مذاق حسن. خليت شويه د الحليب كوكو، الا كنتو غتعملوا لا كريم خليو شويه د لا كريم باش نزوق بها بحال هكذايا. فوالا كيجي المنظر ديالها احسن. فوالا هذا بلاتي عليا شتي. ها نتوما الحباب ديالي غادي نذوقوا دابا الذوقه عاليه. ما لا ماشي سخون فتح في لابوش ديالك تخافش. Comment Trop trop bon. Tu veux encore? Yeah. Alors, je vais vous dire très très bon. Là, je vais vous dire que 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 magnifique, net, super super bon. فوالا بصحة الغزالات ديالي. هذا هو العشاء ديالنا المتواعد، شويه التميرات خبيزات معمرين مع لا سوب ديالنا وبالصحه والراحه. الله يدوم النعام. ها انتم شفتوا مانيفيك بالصحه والراحه. الغزالات ديالي غادي نشد معكم الفيديو دابا. المهم لاخر النهار هذه 10 د الليل سيرين كان عندها تقرب الحفاضه وجات لعندي دغيا قديت لها شعره حيت ما عدلتو لها شي هاد الحد. هانتوما قديت لها الشعر ديالها عجباتها لا فرونش ديالها فرونشي دو بدات كتاخذ لا فورم دابا شتوها بدات كتقد بوحديتها. نقول لكم عملت لها فيه ماشي حتى 10 دقائق دغيا سربيتو لها حيت شعرها خفيف. باقي عندي شوفوا يدي الحباب اللي وريتكم في الصباح شوفوا كيفاش زادت تنفخ. باقي عندي الطويب ما غنحاديش صافي ما بغيتش نحرك يدي بزاف غنعيا يوم بلوس صافي لاخر ديال النهار. وشوفوا شكون ناعس معايا شوف شعكو كان عسى معايا. غنقول لكم الحباب ديالي تصبحوا لي على خير والى فيديو مقبل. المهم اختكم كتبدا معكم بالانيرجي وبالطاقه الايجابيه ملي كيجي الليل صافي زوينين، ملي كيجي الليل صافي ما نكذبش عليكم هذا كنسيبو حتى كنجي نهضر معكم كنكون محيد. كيجي الليل صافي كتقاد اختي الباتري كديشارج لا باتري. الى فيديو مقبل ان شاء الله تصبحوا على خير. باي باي.